أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد، نواصل الحديث حول مساق الثقافة الإسلامية مع المحاضرة الخامسة، وهي بعنوان انعكاسات الثقافة الإسلامية على بنية المجتمع الإسلامي. هذا هو المبحث الرابع من مباحث الثقافة الإسلامية. في البداية يذكر الكاتب سؤالا، وهو عبارة عن: هل كان بناء المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم نتيجة لتطور وسائل الإنتاج أم لا؟ لا، الإجابة على هذا السؤال: لم يكن بناء المجتمع الإسلامي نتيجة لتطور وسائل الإنتاج، ما لنا دخل في وسائل الإنتاج، ولكن كان بناء المجتمع الإسلامي في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان نتيجة لجهاد النبي صلى الله عليه وسلم ودعوة النبي صلى الله عليه وسلم ليل نهار لقريش، وبذلك بنى رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم بنى بعده الصحابة الكرام هذا المجتمع الإسلامي. هذا يعني عبارة عن السؤال والإجابة عليه. ثم بعد ذلك ينتقل الكاتب ليحدثنا عن نقطة مهمة، وهي عبارة عن صلب المبحث كله. هذه النقطة بعنوان: الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي. يعني ما هي، إذا بيجي السؤال أو جزء منه، ما هي الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي؟ هناك 8 أهداف للمجتمع الإسلامي. في الكتاب موجودة 7، لكن هما 8 في خطأ في رقم من الأرقام، محافظة على العقل. ألا وهي، نبدأ واحدا واحدا. الهدف الأول من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي: المحافظة على الدين. محافظة على الدين. النبي عليه الصلاة والسلام ظل 23 عاما منذ أن بعث صلى الله عليه وسلم إلى أن مات، إلى أن توفي عليه الصلاة والسلام، وهو يدعو قومه إلى الإسلام، يدعو قومه إلى الدين، محافظة على الدين. ولذلك الصحابة الكرام والنبي عليه الصلاة والسلام قبل الصحابة هاجروا من مكة إلى المدينة المنورة من أجل الدين ومن أجل العقيدة. تركوا أرضهم، تركوا تجاراتهم، تركوا أعمالهم، تركوا كل شيء من أجل الدين، لأن الدين أغلى من الأرض وأغلى من المال وأغلى من المناصب وأغلى من كل شيء. ولذلك هاجروا إلى المدينة المنورة، وبنى رسول الله صلى الله عليه وسلم الدولة الإسلامية في المدينة المنورة. إذن عكس الدين الذي يترك دينه ماذا يسمى؟ يسمى مرتدا، يعني الذي ينكر شيئا حتى من الدين، ليس كل الدين، الذي ينكر شيئا معلوما من الدين بالضرورة يسمى في الشريعة الإسلامية مرتدا، كالذين ارتدوا بعد وفاة النبي صلى الله عليه وسلم حينما أنكروا الزكاة ولم يدفعوها لأبي بكر الصديق. هم كانوا يصلون ويصومون ويحجون، لكن هل كانوا يؤدون الزكاة؟ قالوا لا، أنكروا الزكاة،
قالوا لا ندفع الزكاة، كنا ندفع الزكاة لرسول الله صلى الله عليه وسلم وهو رسول يوحى إليه من قبل الله، ومات رسول الله إذن لن ندفعها لرجل مثلنا لأبي بكر، فقاتلهم. هذا يسمى مرتدا لأنهم أنكروا شيئا معلوما من الدين بالضرورة. شوف الله سبحانه وتعالى ماذا قال: ومن يرتد منكم عن دينه فيمت وهو كافر فأولئك حبطت أعمالهم في الدنيا والآخرة وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون. إذن يجب علينا أن نحافظ على الدين، والنبي قال عليه الصلاة والسلام: من بدل دينه فاقتلوه. واحد يكون مسلم يصير يهودي أو نصراني فهذا حكمه الشرعي القتل، من بدل دينه فاقتلوا. إذن هذا هو الهدف الأول من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي، المحافظة على الدين. الهدف الثاني وهو المحافظة على النوع الإنساني. ولذلك كيف حافظ الإسلام على النوع الإنساني؟ بأنه أباح النكاح، أباح الزواج، وحرم السفاح، يعني حرم الزنا، حرم الزنا، حتى نحافظ على النوع الإنساني، وحتى يعرف كل واحد منا من هو أبوه. ولذلك الله تبارك وتعالى قال عن الذين يرتكبون الفاحشة ماذا؟ قال تعالى: الزانية والزاني فاجلدوا كل واحد منهما 100 جلدة ولا تأخذكم بهما رأفة في دين الله إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين. طائفة من المؤمنين، هذا الهدف الثاني وهو المحافظة على النوع الإنساني. هذا بالنسبة إن كان الزاني إن كان أعزبا يجلد 100 جلد سواء كان الزاني أو الزاني. أما إن كان متزوجا محصنا فإن عقوبته الرجم، وثبت الرجم بسنة النبي صلى الله عليه وسلم، حيث إن رسول الله صلى الله عليه وسلم رجم ماعز والغامدية في الحديث المشهور. وماعز كان متزوجا وزنى، والغامدية كانت متزوجة وزنت واعترفا إلى النبي صلى الله عليه وسلم. وكما هو معلوم في الشريعة الإسلامية أن سيد الأدلة الاعتراف، واحد يأتي إلى النبي صلى الله عليه وسلم ويقول: يا رسول الله طهرني لقد زنيت، والقصة مشهورة. وأقام رسول الله صلى الله عليه وسلم عليهما حد الرجم، فرجم حتى الموت. إذن إذا كان الزاني متزوجا يعني محصنا فإنه يرجم، وإن كان أعزبا فإنه يجلد 100 جلدة كما وضح الله تبارك وتعالى في سورة النور. الهدف الثالث من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي هو المحافظة على النفس الإنسانية، محافظة على النفس الإنسانية. لذلك حرم الله تبارك وتعالى قتل النفس بغير حق، وجعل عقوبة ذلك القصاص. والله عز وجل قال: ولا تقتلوا النفس التي حرم الله إلا بالحق ومن قتل مظلوما فقد جعلنا لوليه سلطانا فلا يسرف في القتل إنه كان منصورا، إنه كان منصورا. والذي يقتل متعمدا، يقتل متعمدا، فإن النبي عليه الصلاة والسلام قال عن ذلك: لهدم الكعبة حجرا حجرا أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. وفي رواية: لزوال الدنيا، قال عليه الصلاة والسلام:
زوال الدنيا وما فيها أهون عند الله من قتل امرئ مسلم بغير حق. ومن شارك على قتل امرئ مسلم ولو بشطر كلمة، لو قال أق جيء يوم القيامة مكتوب بين عينيه آيس من رحمة الله. فمن الأمور الخطيرة التي تحدث هنا وهناك في العالم العربي والإسلامي وفي كل الدنيا القتل، قتل العمد، هذا قتل خطير وخطير جدا. إذن نحافظ على النفس الإنسانية. وبين النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يحل دم امرئ مسلم إلا بإحدى ثلاث، يعني يقتل المسلم في ثلاث حالات فقط. ما هي هذه الحالات؟ قال عليه الصلاة والسلام: النفس بالنفس، يعني القاتل عمد يقتل لأنه قتل نفسا متعمد، النفس بالنفس، والثيب الزاني يعني محصن متزوج وزنا، إن حكم الرجم يقتل حتى الموت. والحالة الثالثة المرتد التارك لدينه المفارق للجماعة فحكمه الشرعي القتل. هذه هي الحالات التي شرع الإسلام فيها القتل، يحل قتل الإنسان فيها، غير كده لا يجوز. الهدف الرابع من أهداف من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي، وعلى الجميع أنه يسجل الرقم مش مكتوب 4، المحافظة على العقل بعد المحافظة على النفس الإنسانية. 4 محافظة على العقل. ولذلك حرم الإسلام كل مشروب وكل مشموم وكل مدقوق يذهب بالعقل، يذهب بالعقل، لأن الذي يميز الإنسان عن باقي المخلوقات هو العقل. الله تبارك وتعالى كرم الإنسان بالعقل، ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على كثير ممن خلقنا تفضيلا. فضلنا الله وكرمنا الله على باقي المخلوقات بالعقل، فلا تأتي بنفسك بيدك وتذهب بعقلك. كيف يذهب العقل؟ يذهب بالمسكرات وبالمخدرات وبأي شيء حرمه الإسلام من ذلك، سواء كان كما قلت كان مشموما أو مشروبا أو مدقوقا بالإبر يعني، فإن الإسلام حرمه لكي يحافظ على العقل. ولذلك الله تبارك وتعالى قال: يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان فاجتنبوه لعلكم تفلحون. بذلك نحافظ على عقولنا. الهدف الخامس من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي ألا وهو المحافظة على الكرامة الإنسانية، محافظة على الكرامة الإنسانية. كيف نحافظ على الكرامة الإنسانية؟ بألا نتهم أحدا من البشر بالفاحشة، ألا نطعن في الأعراض، بنسمى هذا في الشريعة الإسلامية القذف. والنبي عليه الصلاة والسلام بين لنا أنه من السبع الموبقات قذف المحصنات المؤمنات الغافلات، يعني أن تتهم امرأة بالزنا بدون دليل، هذا يعتبر القذف، يسمى القذف في الشريعة الإسلامية، لأنك بذلك تتهم إنسانة أو إنسان حتى. القذف يكون للرجل للمرأة، لكن للمرأة أخطأ. ولذلك حكم الذين يقذفون الآخرين، اسمع ماذا قال الله تبارك وتعالى: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا بأربعة شهداء فاجلدوهم 80 جلدة. هذه العقوبة الأولى، وهذه الآية مش موجودة في الكتاب، موجودة آية أخرى.
فاجلدوهم 80 جلدة. العقوبة الثانية: ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا. العقوبة الثالثة: وأولئك هم الفاسقون. وأولئك هم الفاسقون. إذن 3 عقوبات للذين يقذفون الآخرين سواء كانوا رجالا أو نساء، وأؤكد على النساء لأنه خطر القذف، قذف النساء أشد من خطر قذف الرجال. إذن أعيد الآية مرة ثانية: والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا 4 شهداء فاجلدوهم 80 جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة أبدا وأولئك هم الفاسقون. الهدف 6 من أهداف الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي: المحافظة على الملكية الفردية. الملكية الفردية يعني ما تملكه أنت من مال يا إنسان، سواء كان مالا أو كان عقارا أو كان أي شيء لك تستطيع أن تبيعه فإنه يؤول لك ويرجع لك بالمال. فلذلك حرم الإسلام السرقة، حرم الإسلام السرقة وجعل عقوبة ذلك قطع اليد من الرسق، كما وضح الله تبارك وتعالى في قوله: والسارق والسارقة فاقطعوا أيديهما جزاء بما كسبا نكالا من الله والله عزيز حكيم. بذلك نحفظ أموال الناس وملكية الناس. وسنعرف إن شاء الله تعالى في المبحث 8 ما هي شروط إقامة حد السرقة. هناك 6 شروط حتى نقطع يد السارق، إذا توفرت تقطع اليد وإلا فلا. إن شاء الله سنعرف ذلك في حينه. الهدف 7 من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي ألا وهو المحافظة على الأمن، حافظ على الأمن ومنع الفساد في الأرض وقطع الطريق. ولذلك الله تبارك وتعالى ماذا قال؟ احفظ الآية في آية مهمة سورة المائدة آية 33، يقول الله تبارك وتعالى فيها: إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف أو ينفوا من الأرض ذلك لهم خزي في الدنيا ولهم في الآخرة عذاب عظيم. بذلك إذا أقمنا والتزمنا بهذه الآية فإن الأمن سينتشر في بلادنا ويعيش الجميع آمنا مطمئنا، آمنا على نفسه وعلى عرضه وعلى ماله، وإلا سينتشر الفساد وقطع الطريق كما كان قديما. إذا المحافظة على الأمن وهو أمر مهم جدا، الذين يبحثون ويخططون ليل نهار من أجل جعل البلاد في هم وغم ونشر الفساد في الأرض، يجب علينا أن نحافظ على أمن بلادنا وأمن بلاد الإسلامية في كل مكان. الهدف 8 والأخير من الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي: المحافظة على الدولة. محافظة على الدولة يعني المحافظة على الخليفة المسلم، الحاكم المسلم. الأصل أن نحافظ على الخليفة الإسلامي الذي جاء إلى الحكم بطريق شرعي. أما الذين يأتون بطريق غير شرعي فاسمع ماذا قال النبي صلى الله عليه وسلم.
قال عليه الصلاة والسلام: إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما. حديث البخاري، حديث بشيب وهو خطير. إذا بويع لخليفتين فاقتلوا الآخر منهما، وهذا يحتاج إلى شرح وتفصيل إن شاء الله فيما بعد. والله عز وجل قال في القرآن الكريم: ولا تنازعوا فتفشلوا وتذهب ريحكم. ما معنى وتذهب ريحكم؟ يعني وتذهب قوتكم، وتذهب قوتكم. هذه هي الأهداف العليا للمجتمع الإسلامي. أعيدها مرة ثانية: المحافظة على الدين، محافظة على النفس أو المحافظة على النوع الإنساني، محافظة على النفس الإنسانية، محافظة على العقل، محافظة على الكرامة الإنسانية، محافظة على الملكية الفردية، محافظة على الأمن، المحافظة على الدولة. 8 أهداف مهمة للغاية للمجتمع الإسلامي. بعد ذلك ينتقل الكاتب للحديث عن المجتمع الإسلامي، مجتمع الحركة والنشاط. لذلك الله تبارك وتعالى قال: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله، ولو آمن أهل الكتاب لكان خيرا لهم، منهم المؤمنون وأكثرهم الفاسقون. ولذلك المجتمع الإسلامي مجتمع الدعوة، مجتمع العمل، مجتمع النشاط. قديما قالوا: الحركة فيها بركة، الحركة فيها بركة. ومن أجل ذلك يعني كافح الإسلام الفقر والبطالة، ودعا إلى العمل وإلى النشاط، وحرم الإسلام كنز المال. لماذا؟ من أجل تحقيق الكفاية والعدل، ومن أجل الرفاهية، ومن أجل القضاء على الطبقات، ومن أجل تداول الناس، كي لا يكون دولة بين الأغنياء منكم. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم حينما جاءه شاب طويل وعريض ومد يده للنبي يسأله أن يعطيه مال، فالنبي عليه الصلاة والسلام لم يعطه المال. والحديث طويل، وإنما الخلاصة منه إنه أمره بأن يأخذ حبلا ويذهب إلى الجبل ويحتطب ويبيع، يبيع الحطب. وقال له: يعني لا أراك 15 يوما، روح احتطب وبيع وتعلي بعد 15 يوم. فجاء هذا الشاب إلى النبي صلى الله عليه وسلم ومعه أموال من بيع الحطب، فالنبي عليه الصلاة والسلام قال له: أيهما أفضل، أن تذهب وتحتطب وتعمل بيدك خير من أن تمد يدك إلى الناس؟ لأن مدة الإيد للناس هذه فيها إهانة، كما وضح النبي صلى الله عليه وسلم، خير له من أن يسأل الناس إما أن يعطوه وإما أن يمنعوه. وبذلك إذا قام الإنسان كل واحد منا بعمل فإنه بذلك نقضي على البطالة وعلى الفقر. لكن إحنا واقعنا في قطاع غزة يختلف عن كل الكرة الأرضية، فعلينا حصار وعلينا مؤامرات كبيرة، وندعو الله تبارك وتعالى أن يتحسن الحال إلى أفضل حال قريبا إن شاء الله تعالى. بعد ذلك هناك نقطة أخرى، ألا وهي المجتمع الإسلامي، مجتمع متكافل. التكافل، الله عز وجل قال لنا في القرآن الكريم: إنما المؤمنون إخوة. وقال النبي عليه الصلاة والسلام: ترى المؤمنين، في رواية: مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم وتعاطفهم كمثل الجسد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالسهر والحمى. وقال النبي عليه الصلاة والسلام:
المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله. وقال صلى الله عليه وسلم: انصر أخاك ظالما أو مظلوما. قالوا يا رسول الله كيف؟ أو قالوا قال يا رسول الله ننصره مظلوما فكيف ننصره ظالما؟ قال: أن تمنعه عن الظلم، أن تمنعه عن الظلم. النقطة الأخيرة في هذه المحاضرة وفي هذا المبحث: المجتمع الإسلامي مجتمع العزة والجهاد والسؤدد والكرامة. ولذلك النبي الله عز وجل ماذا قال؟ قال لنا في القرآن الكريم: وأعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل ترهبون به عدو الله وعدوكم وآخرين من دونهم لا تعلمونهم الله يعلمهم وما تنفقوا من شيء في سبيل الله يوفى إليكم وأنتم لا تظلمون. وقال تعالى: إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيله صفا كأنهم بنيان مرصوص. وقال تعالى في آية أخرى غير موجودة في الكتاب في سورة التوبة: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. ولذلك الصحابة الكرام كانوا يحرصون على الموت كما يحرص الآخرون على الحياة. قال أبو بكر الصديق: احرص على الموت توهب لك الحياة. وخالد بن الوليد رضي الله عنه قاتل في 100 معركة ومعركة لكنه لم يستشهد في المعارك وإنما مات على فراشه كما تموت البعير فلا نامت أعين الجبناء. وهذا حنظل غسل الملائكة في ليلة زفافه حينما سمع منادي الجهاد ينادي حي على الجهاد في غزوة أحد. ترك زوجته في ليلة عرسه وذهب وقبل أن يغتسل من الجنابة وذهب وقاتل حتى استشهد. فرأى النبي صلى الله عليه وسلم رأى الملائكة تغسله بماء من الجنة. فالجهاد ليس لنا عزة وليس لنا كرامة إلا بالجهاد كما بيّن الله تبارك وتعالى وبيّن رسوله محمد صلى الله عليه وسلم. أكتفي بهذا القدر بالنسبة للمحاضرة الخامسة ونلتقي إن شاء الله محاضرة السادسة مع المبحث الخامس وهو بعنوان موقف الثقافة الإسلامية من الثقافات الأخرى والتحديات التي تواجهها.